أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثانية من حملة بلدك معاك لتنظيم عدد من معارض السلع لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق المرحلة الثانية من حملة بلدك معاك بتنظيم عدد من المعارض بالمحافظات الواقعة بنطاق المسؤولية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وكثفت المنطقة الشمالية العسكرية من جهودها لتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف ومضاعفة الكميات المعروضة منها لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. يأتي ذلك إيمانا من القوات المسلحة بدورها الحيوي في تقديم كافة أوجه الدعم باعتبارها جزءا من نسيج الشعب المصري العظيم.